بنكمل دراسة يونت 7 في منهجنا English World 8، لسه في التاني الإعداد اللغات. كنا خدنا تقريبا نص كلمات اليونت ديت المرة اللي فاتت، هناخد الباقي دلوقتي. ممكن نركز واحنا بنقرأ. أنا هقول الكلمة وحد منكم يقول لي الديفينيشن. أول كلمة عندنا release حالة. to set free. اوكي، ريليز اللي هو يطلق او يسيب الحاجه، اللي هو سيت فري يعني يحرر حاجه معينه. لودز اوف حموله من محمد، lots of كتير من، مش ويرد طبعا الكلمه دي strange. سهله. اوكي، سترينج. اتنتيفلي طبعا دي ادفرب، جاي من كلمه اتنشن اللي هي انتباه او ينتبه. اتنتيفلي يعني بطريقه منتبهه. قول المينينج يا محمد. ان attention attention way way. observant. اوكي، او بطريقة ملاحظة فيها observant تركيز. اوكي، frown ده verb معناه يكشر، اللي هو ملامح الوش بيكشر. حلريت. look displeased 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 طبعا غير مسرور يعني. اوكي، thoughtfully برضو ده adverb يعني بطريقة فيها تفكير. محمد، showing. ايه يا محمد؟ محمد ايوه مستر showing consideration for others. تمام. fall هنا دي noun ومعناها اللي هو صغير الحصان، مش عارف اسمه، المهر بيسموه بالعربي المهر، طبعا الترجمة حلا. Iron horse. تمام. recommend ده verb معناه يوصي بيه أو يوصي بيه. محمد، To advise or suggest a choice of course or person as appropriate or appropriate or beneficial. beneficial. طيب بيقول لك هنا ان انصح او اقترح اختيار، امال ايه كورس ده او person؟ طبعا احنا عارفين الكورس اللي هو كورس في حاجة، مثلا بتاخد كورس ان انجلش مثلا، بس كلمة كورس لها معنى هنشوفه النهاردة يمكن جديد علينا، معناها مسار. يعني انا بقترح عليك مسار تمشي فيه، مثلا مسار تعليم معين، whatever يعني. طيب كلمة pretty، على الرغم ان احنا عارفين انها جايه من، ممكن تستخدم كحاجه جميله يعني، ولكن هنا النهارده هنستخدم adverb معناها ايه؟ جدا، ما فيهاش حاجه من الجمال خالص. pretty معناها جدا، equal very. اما اقول pretty close يعني قريب جدا، means very near. اما مثلا حد يقول لك مش عارف كيف حالك او كده، ممكن تقول pretty good. pretty good معناها مش جميل، معناها كويس أوي. تانكر اللي هو نوع من أنواع السفن. حلاريت. A large ship carrying goods. أوكي، large ship carrying goods اللي هو بضائع. spilled اللي هو جاي من spill اللي هو يكب أو ينسكب يعني. spilled هنا adjective يعني شيء منسكب. محمد، Scattered أو fallen from. from scattered معناه مبعثر يعني، حاجة ما بتتكب بتتبعثر يعني. ماشي. بعد كده courteous معناها ايه؟ مهذب. Love. polite. اوكي، hideous طبعا قبيح، معناها very ugly or frightening or unpleasant. كويس يعني. الكلمة اللي بعدها كده دي شوية غريبة قوي في النطق بتاعها، right وبعد كده صوت الش، righteous دي شوية غريبة بس هو ده نطقها. righteous دي صفة معناها morally good or correct، يعني جيد بشكل أخلاقي، اللي هو الحاجة الأخلاقيا بتبقى مقبولة يعني. الكلمة اللي بعدها أعتقد معروفة بالنسبة لنا أو بنشوفها كتير، spontaneous معناها عفوي، حاجة زي ما محمد كده بيتكلم بطريقة spontaneously بدون تفكير يعني.
بيقول لك happening in a natural way without being planned or thought about، بدون تفكير أو بدون تخطيط، حاجة بتحصل بشكل عفوي. gorgeous دي طبعا دي معروفة، اللي هو طبعا very beautiful، معناها جميل جدا، يعني درجة أعلى كمان من الجمال. envious اللي هو طبعا جاي من envy اللي هو يحسد، envious يعني حسود. حالة read the definition. desirous of what belongs to another، اللي هو طبعا بينظر للحاجة اللي مع الآخرين. أوكي. studious طبعا دي جاية من كلمة study، ودي صفة يعني حد مولع بالدراسة أو محب للدراسة. محمد قول definition. محمد لسه ما دخلش فعلا. اوكي. أقول أنا طيب اوكي، بنكمل الكلمات. perilous يعني dangerous، حاجة خطيرة. perilous. victorious يعني حاجة لها علاقة بالانتصار. victorious، having achieved a victory، نصر يعني، بيحرز نصر. ceremonious جاي من ceremony اللي هي الاحتفالات، بس ceremonious يعني حاجة رسمية أكتر، بيقول لنا formal or formally polite، مهذب بطريقة رسمية. بعد كده عندنا industrious، جاي من كلمة industry اللي هي صناعة، بس industrious معناه مجد أو كادح، حد بيشتغل بجد، عشان كده مدينا ال definition hard working. harmonious جاي من harmony اللي هو تناغم، harmonious يعني متناغم، معناها pleasant to the ear or melodious، اللي هو الهارموني أي حاجة خاصة بالأصوات، يعني في هارموني أو تناغم ما بينها. matter اللي هو يتهته، احنا خدنا كلمات كتير النهاردة بالمعنى ده، بس matter بيقول لنا to utter يعني ينطق، utter words in not clearly way، ينطقها بطريقة غير واضحة. بنكمل ولا استوب؟ ثواني. النهارده اول يوم صح؟ اوكي بنكمل الكلمات. بيقول لنا grumble ده برضو من الكلمات اللي هي فيها تهتها، زي ما بقول to murmur or mutter in discontent، بس هنا grumble معناه يتذمر، يعني بيقول حاجة هو غضبان. a huge success يعني نجاح باهر أو نجاح ضخم، معناه very successful. uncaring اللي هو طبعا not caring about، بعدم اهتمام. uninterested يعني بعدم برضو اهتمام، not interested in. make a fuss دي phrasal يعني على بعضها كده، make a fuss معناها يعمل زي ما بنقول في العامية يعمل جلبة، يعمل دوشة كده، معناها to make much trouble about trifles، يعمل مشاكل أو يعمل دوشة بخصوص حاجة. curiously اللي هو eager to know or learn، اللي هو بطريقة curious يعني فضول أو فضولي، أما curiously بطريقة فيها فضول شوية. bleed ده verb معناها beg or request or appeal، يعني يتوسل أو يتضرع لشيء. pleasantly يعني بطريقة فيها سعادة أو in a happy way. collapse طبعا ده اللي هو ينهار، حاجة to fall suddenly. banks أكيد عارفينها اللي هي ضفاف نهر، هو a slope bordering a stream or a river، بيقول لنا هو الحدود المنحدرة لجدول مية أو نهر، اللي هو ضفة النهر يعني. erupt اللي هو طبعا انفجار البركان أو انفجار عموما يعني. contaminated اللي هو ملوث، بيقول لنا to be impure اللي هو يكون غير نقي، or containing something unclean or bad، وفي حاجة غير نظيفة أو سيئة. contaminated اللي هو ملوث.
لافا طبعا اللي هي الحمم البركانية، اللي هي المولتن روك الصخور المنصهرة، that goes out from a volcano اللي بتخرج بره البركان. اش كلاود اللي هي السحب اللي هي ايه، اللي هي بتبقى من دخان، او هي اش اللي هو الرماد، السحب الرمادية مثلا. هي بيقولها cloud made of dust، سحب معمولة من التراب، or the gases produced from a volcano أو الغازات اللي بتخرج من البركان. severe كلمة معناها بشدة أو بقسوة، harsh extremely يعني قاسي للغاية. cargo اللي هو حمولة اللي هي لود. iceberg اللي هو جبل جليدي، a large floating mass of ice غالبا في المية، أي نتوء بيبقى في تلج في قلب المية بيبقى اسمه ايسبرج. كورس ده الكلمة اللي كنت بقول لكم عليها، اللي هو طبعا كورس اللي هي دورة تدريبية مثلا، ولكن النهاردة معناها way or route، طريق أو route يعني طريق برضو، أو مسار مثلا، مسار في تعليم أو مسار حاجة معينة. recover اللي هو طبعا يستعيد حاجة، to get back or regain يحصل عليها مرة تانية. debate اللي هو المناظرة أو يتناظر، اللي هو to argue يتناقش أو يتجادل. survey اللي هو الاستبيان أو استطلاع رأي، هو an act of taking a comprehensive view of something، إن إحنا بناخد وجهة نظر حوالين شيء معين. a sampling of fact حاجة كده زي يعني عشان نجمع حقيقة حول موضوع. figures or opinions taken and used to indicate some points، طبعا بناخد الآراء دي عشان نكون مؤشر لوجهات نظر معينة. disaster اللي هي الكارثة، a sudden thing causing a great loss of life، طبعا حاجة تحصل فجأة بتسبب فقدان للحياة مثلا، أو damage as أعتقد دي flood، sorry as a flood، أعتقد دي flood فيضان مش food يعني. airplane crash تحطم طائرة، أو earthquake زلزال. dreadful اللي هو أي حاجة طبعا مميتة أو قبيحة أو بغيضة، بغيض يعني المعنى الأصح بغيض. terrible or awful shocking صادم، شيء صادم. causing intense surprise حاجة بتسبب المفاجأة بشكل شديد. disgust أو ال disgust اللي هو الشيء المقرف أو horror الرعب، اللي هو shocking أي حاجة فيها صدمة. طيب كنا خدنا المرة اللي فاتت أول جزء في الجرامر، واتكلمنا عن البرونونز عموما بأنواعها. كان قال لنا أو عرفنا 4 أنواع من الضمائر المرة اللي فاتت: subject pronoun, object pronoun, possessive adjectives وال possessive pronouns، وعرفنا الفرق ما بين آخر نوعين، هو ده كان درسنا أصلا. أوكي. الفرق ما بين صفات الملكية وضمائر الملكية. عرفنا الـ possessive adjectives دي بعتبرها كصفة بتيجي قبل الاسم اللي بتوصفه، زي my book، أنا هنا ضفت صفة للبوك بقت my نسبته ليه. طيب لسه عندنا نوع من أنواع الضمائر كمان النهاردة هناخده، اللي هو الـ reflexive pronoun، الضمائر المنعكسة. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لنا we use reflexive pronouns إمتى؟ when the subject لما فاعل الجملة and the object والمفعول of the sentence are the same، يعني الفاعل والمفعول في نفس الجملة بيكونوا واحد. على سبيل المثال for example بيقول لك I gave myself، أنا أعطيت نفسي a year to get used to life in the city، اديت نفسي سنة عشان أتعود على الحياة في المدينة. بيقول لنا استخدام كمان reflexive pronoun with some verbs، بتيجي مع بعض أفعال زي behave، blame، behave يعني يسلك أو يتصرف، blame يلوم، cut يجرح، enjoy يمتع، help يساعد، hurt يجرح وإلى آخره etc. For example بيقول لك you shouldn't blame yourself، أنت يجب ألا تلوم نفسك for the team's defeat، على هزيمة الفريق. استخدام كمان بيقول لنا when we want to say that somebody does
something alone، لو أنا عايز أقول إن شخص ما عمل الشيء ده بمفرده لوحده or without somebody else help، أو بدون مساعدة أي حد تاني. We often use the word by، وغالبا في الحالة دي بستخدم حرف الجر by قبل ال reflexive pronoun. For example بيقول لنا we managed to cook dinner by ourselves، إحنا نجحنا إن إحنا نطبخ العشاء بأنفسنا. تمام، هنا بيأكد إن إحنا اللي عملنا ده لوحدنا. طبعا قال لنا إن بستخدم الحرف الجر باي قبل الضمير المنعكس. استخدام كمان بيقول لنا to emphasize عشان أأكد the subject or the object of a sentence، عشان أعمل عملية تأكيد يا إما على فاعل الجملة يا إما على المفعول. تعالوا نشوف مثال، بيقول لك I wrote the essay myself، أنا كتبت المقال بنفسي. هنا بأكد إن الفاعل هنا العمل الحاجة دي بنفسه، بيقول لها I wrote this essay nobody else wrote it، مفيش حد تاني كتبه، إن دي عملية تأكيد. ممكن يقول لك كمان بوب ميت هيلاري سوانك هيرسيلف، بوب قابل هيلاري سوانك بنفسها. بيقول لنا هنا معنى الجملة أو التأكيد هنا على المفعول، بيقول لنا بوب ميت هيلاري سوانكس نوت somebody else، هو بيأكد إن هو قابل هيلاري هي نفسها مش حد غيرها. هنا بيقول لنا إيه بقى هي الريفلكسيف برونون؟ محمد can you read؟ read the subject pronoun and the reflexive for each one. I, myself, you, yourself, أو yourselves. طيب ليه عندنا يو اتنين؟ ثواني، ليه عندنا يو هنا شكلين؟ لأن ضمير يو أقدر أكلمك أنت يا محمد لوحدك أقول لك يو، في الحالة دي الريفلكسيف برونون هيبقى يور سيلف، أو أقدر أكلمكم أنتوا الاتنين أو أكتر يعني مجموعة وأقول لكم يو برضو، في الحالة دي أقول يور سيلفز جمع. كمل. We ourselves, they themselves, he himself, she herself, it itself, the baby itself. ده بيبي كمان، لأن الطفل الرضيع أنا مبقاش عارف جنسه إيه، الأطفال الرضيع مبقاش باين ده ولد ولا بنت، فعشان كده دايما بنعمل الريفليكس بتاعه itself إن هو مش معروف هو إيه. طيب بيقول لنا حاجة كمان نوت صغيرة، بيقول لنا we don't usually use reflexive pronouns with the verbs like concentrate اللي هو يركز، fell meet relax وهكذا، ما بستخدمش reflexive pronoun مع الأفعال دي. زي مثلا بقول لك you need to relax، أنت محتاج أن تستريح، ما ينفعش أقول you need to relax yourself، تستريح نفسك مثلا، وما ينفعش. بيقول لنا كمان reflexive pronouns are used with the verbs dress wash and shave، يلبس أو يغسل أو يحلق، شيف يحلق دقنه يعني. بيقول لنا أقدر أستخدمه بس في الحالة دي بيكون لها معنى خاص شوية، بيقول لنا بنستخدمها مع الأفعال دي when we want to show that someone did something with a lot of effort، إن الشخص عمل الحاجة دي بمجهود كبير جدا. على سبيل المثال بيقول لنا although she's only 3 years old، على الرغم إن هي عمرها 3 سنين بس، she manages to dress herself، نجحت في إنها تلبس نفسها. طيب خلونا نطبق الكلام ده ونتأكد إن إحنا فهمنا الدرس. حالة read number one. I designed the villa myself. myself بنفسي. محمد. They used to clean the house themselves. themselves. okay. next. Did you paint the picture on yes. بصوا بقى إحنا طبعا your كل own? الدرس، برافو عليك، on your own، الدرس كله بنتكلم عن الريفلكسيف برونون عشان اقول ان الحد ده عملها بنفسه. طبعا حرف الجر اللي غالبا بيجي مع الريفلكسيف برونون هو باي، واحيانا ما بيجيش. طيب في طريقه تانية اقدر اقول نفس المعنى بس مش الريفلكسيف برونون، اللي هي on your own او اي ضمير تاني، on my own or on her own. تمام، اي ضمير، طبعا الضمائر دي اللي هي ايه كنا بنقول على ايه، بوسيسيف، ايه بوسيسيف ادجكتيف، بوسيسيف ادجكتيف ويجي وراها اون بس قبلها حرف الجر اون، فهي معروفه كده اون
بوسيسيف adjective وبعد كده كلمة own نفس معنى reflexive pronoun. ماشي، thank you حلوة. محمد Ali and you can do the job. You and Ali هتبقى do the job yourselves. yourselves بالضبط. اوكي، نيكست. Those who depend on themselves often succeed. succeed. اوكي، Oh, sorry. زوس ايه؟ زوس الذين هم depend on themselves. اوكي، الذين يعتمدون على انفسهم often succeed، غالبا بينجحوا. محمد نمبر 6. Behave especially when you are in front of strangers. stranger. احترم نفسك خصوصا امام الغرباء. behave Yourself. yourself. اوكي، ثواني حلا، حلا هتقول لنا اخر جملة نمبر 7. Can I have a sandwich? Help. Help to to whatever you want. help you yourself. Help yourself. Okay. ساعدي نفسك. طب محمد قول لنا آخر واحدة قبل ما نقفل. She She heard. heard herself while she was digging in the garden. Great. Okay. Thank you.